الموسم ال 13 عبقرية المدارس ومباراة صعبة في دور ال 16، وهفكركم بالنتيجة. السويدي الرسمية ديارب نجم الشرقية 60، الشهيد مهيد الهواري برج العرب الجديدة اسكندرية 50. شهيد الهواري عندنا تغيير واحد بس، هنا جلال رجعت مكان نورهان محمد. ودلوقتي مع الفقرة الرابعة، فقرة تحت الضغط. تحت الضغط. شاهد ومنار، منار وشاهد. منار هتروح تسمع أغنية وترجع لنا تاني، هدي أعصابك شوية. تعالي يا شاهد مكان. ايه التوتر ده النهاردة؟ في ايه يا شاهد؟ ايه رأيك؟ ان شاء الله خير. بصي، تحت الضغط انت عارفة أسئلة سهلة ولكن مشكلتها في التركيز. بسرعة نطمن على منار. تحت الضغط كاونتر. ما هي العملة الرسمية لدولة سلوفاكيا؟ يورو. صح. يوم ورا يوم يا أغنية الفنانة مغربية، فمن هي؟ سمي سعيد. صح. في عهد أي من الخلفاء الراشدين تم إنشاء أول أسطول إسلامي؟ عثمان بن عفان. صح. ما هو اسم الغدة التي توجد فوق الكلية؟ كظرية. صح. كم عدد الثواني في 4 دقائق؟ 2040. غلط. مسرع كليوباترا هي مسرحية لشاعر مصري راحل، فمن هو؟ باص. في أي دولة أوروبية يقع المقر الرئيسي لمنظمة الصحة العالمية؟ جنيف. غلط. فنان قام بدور مسعود في مسلسل أرض النفاق، فمن هو؟ هنيدي. صح. ما أكثر الأندية حصولاً؟ طيب. أنا بقول دولة، تقولي لي جنيف دولة. سويسرا. صح طبعاً. مركزتش. 5 نقط سهلين جداً. بعدين 240 مش 2040، بس كويس. طبعا السؤالين دول لو كانوا كمان الجواب صح قفزة، ولكن 5 من 8. الحمد لله. سليم، عايزين منار تنضم لينا. تخيلي بقى لو كنت ركزتي كان زمانك في مكان تاني خالص. عايز اقول لك حاجه، منار اتخضت يعني هو ايه اللي فيه ايه؟ بالظبط كده، هي مش ناقصه، حرام عليك. لا ومره واحده مع الهدوء ده. طيب منار، عايز تعرف ايه اللي حصل؟ لا 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 لا، ولا حاجه خالص، ولا اي حاجه، ولا اي حاجه. لا انا عايز ارجع اقعد مكاني. والله ايوه بجد عايز ارجع. انا ايه اللي جابني؟ ايوه والله ما انا كنت مستريحه، مش عارفه دبسوني. صعبتي عليا مش عارف ليه. انت هرجع فعلا؟ حد منكم يجي مكانها؟ لا لا، وبعوكي قال لك لا. لا الاسئله مش صعبه ان شاء الله. ان شاء الله. الاسئله سهله ان شاء الله، ومحتاجه شويه تركيز بس ان شاء الله. نفس. اتفضل. تحت الضغط كاونتر. ما هي العمله الرسميه لدوله سلوفاكيا؟ اليورو. صح. يوم ورا يوم هي اغنيه الفنانه مغربيه، فمن هي؟ سميرة سعيد. صح. في عهد أي من الخلفاء الراشدين تم إنشاء أول أسطول إسلامي؟ عثمان بن عفان. صح. ما هو اسم الغدة التي توجد فوق الكلية؟ بوس. كم عدد الثواني في 4 دقائق؟ 240. صح. مسرع كليوباترا هي مسرحية لشاعر. صح. في أي دولة أوروبية يقع المقر الرئيسي لمنظمة الصحة العالمية؟ بريطانيا. غلط. فنان قام بدور مسعود في مسلسل أرض النفاق؟ محمد هنيدي. صح. ما أكثر الأندية حصولا على الدوري الهولندي لكرة القدم؟ بوس. الحمارة هو الشعار الرسمي لأحد الأحزاب. مش عارف هم عاملين دوشة جامدة أوي. أنا مش عارف والله. ستة من تسعة وخمسة من تسعة، ما فرقتش كتير على الدوشة اللي انتوا عاملينها. لا هي فرقت في حاجة، يعني فرقت في حاجة في العشر نقط الهدية. طب الغدة حضرتك كنت تقولي عشان عايزة اقولها؟ ما هو اسم الغدة التي توجد فوق الكلية؟ تحت المهاد.
نعم؟ لا ال 12 غده بصريه. ايه ده صح. ايوه تعالي هنا مكاني. مش فارقه مش فارقه مش فارقه مش فارقه مش فارقه. خلاص خلصنا بقى. ايوه خلاص. اجمل حاجه ان انتوا جاوبتوا معظم الاسئله. الاسئله اللي ما جاوبتش: السؤال السابع، في اي دوله اوروبيه يقع المقر الرئيسي لمنظمه الصحه العالميه؟ مش في جنيف، لان احنا بنسال عن الدوله. هارد لك يا شهد. والسؤال التاسع ده سؤال صعب عليكم الحقيقه: ما هو اكثر الانديه حصولا على الدوري الهولندي لكره القدم؟ اياكس. بص الولاد كلهم اياكس اياكس اياكس. والسؤال الاخراني: الحمار هو الشعار الرسمي لاحد الاحزاب الامريكيه. ديمقراطي؟ حزب الديمقراطي زي ما بيقول. زي ما بيقولوا. الديمقراطي فعلا. كلنا نحيي شهد ومنار، منار وشهد. النتيجه اتغيرت ولكن المباراه لسه في الملعب. شهد كنتوا كام؟ 50. وخمس اجابات صح بقيتوا 75. منار كنتوا كام؟ 60. منار مش عارفة حاجة خالص، ولا كنا كام ولا بقينا كام ولا. طب جاوبتي كام سؤال صح؟ 6. ألف مبروك. الله يبارك في حضرتك. طب عارفة إن في 10 نقط هدية من شهد؟ الحمد لله. قلت لها شكرا؟ شكرا يا شهد. لا شهد مش مسامحة. خالص. خالص. بقيته 100. ودلوقتي مع الفقرة الخامسة، فقرة ضربات الجزاء. ضربات جزاء. شهد ومنار، منار وشهد، اتفضلوا. الهدف الأول والفرق 25 نقطة. 25 و75 100 اتعادلتوا. 125 125 حافظتوا على التقدم. وأمل الصعود لدور الثمانية. السؤال الأول: فنون. فنان قام بدور فتح البرنس في مسلسل البرنس، فمن هو؟ خطفت البازر. أحمد زاهر. أحمد زاهر الهدف الأول. برافو عليك يا شهد. سمحتي في العشر نقط دلوقتي؟ لا من بدني مسامحة عادي. والله طب كويس. شفتي قلبها طلع أبيض. هدف بلا مقابل. السؤال الثاني: علوم. إلى أي كوكب يتبع قمر كاليتشور؟ مشترى. المشترى الهدف الأول. تم اكتشافه سنة 2003. أحد أقمار مجموعة كارن. هنا ورفايدة، رفايدة وهنا. السؤال اللي جاي كل الولاد اللي في الاستوديو عارفين الإجابة. سؤال سهل جدا وما تتكلموه ولا تنطقوا كلمة، أي ولا تقولوا لبعض الإجابة. ماشي. السؤال التاني: رياضة. من هو الفرنسي الفائز بجائزة أفضل لاعب في أوروبا عام 2022؟ كريم بنزيما. بص يا هنا، اليومين دول بالذات هما يومين كريم بنزيما، يعني حقه كان مهدر لسنوات وسنوات، ولكن اليومين دول هو النجم فعلا ويستحق. هداف دوري أبطال أوروبا 15 هدف، وهداف الدوري الإسباني 27 هدف، وبطل دوري أبطال أوروبا. يعني بصي، وطبعاً يا رفايدة أنت أبهرتيني طبعاً. إجابة صحيحة. تستحق الهدف، تستحق الهدف يا رفايدة. الهدف الثاني: هدفين مقابل هدف زياد. فرصتك الوحيدة هي التعادل علشان تلعب على الهدف الذهبي. السؤال اللي جاي مش قدرات ذهنية. السؤال الرابع: جغرافيا. في أي دولة أوروبية يقع جبل أمياتا؟
اسبانيا؟ إجابة خاطئة. ارتفاعه 1738 متر. جبل بوركاني في دولة أوروبية. أمياتا، إجابتك يا زياد. إيطاليا؟ إيطاليا الهدف الثاني. برافو يا زياد، برافو يا زياد. هدفين مقابل هدفين. قلت لك يا زياد لما بتركز بتجاوب. برافو عليك. دلوقتي في فرصة 25 نقطة لمدرسة واحدة بس، الهدف الذهبي. الهدف الذهبي. حل المسألة الآتية: 25 في 9 على 5 زائد 288 يساوي كام؟ إجابتك 333. الهدف الذهبي 333. برافو عليك يا أحمد، خطفت 25 نقطة في 3-4 ثواني. برافو عليك. هارد لك مدرسة الشهيد مهيد الهواري. هارد لك. طار الهدف الذهبي، ولكن المباراة لسه في الملعب. برافو عليك يا أحمد. علشان التركيز والسرعة نتيجة اتغيرت. 125 السويدي ديارب نجم الشرقية، 75 الشهيد مهيد الهواري برج العرب الجديدة اسكندرية. المباراة سهلة ولكن المدرستين صعبوا المهمة على نفسهم. طارت نقط كتيرة جدا من مدرسة الشهيد مهيد، نقط أكتر من مدرسة السويدي. طبعا 25 نقطة دول فرقوا مع مدرسة السويدي جدا. إجابة صحيحة. المسؤولية كانت عليا لما نزلت في ضربات الجزاء ان انا اقدر ارجع الفريق بتاعي في المباراة تاني. انا فرحان ان انا جاوبت سؤال الهدف الذهبي، وان شاء الله نكمل الماتش على خير. المهمة بقت اسهل لمدرسة السويدي. مباراة قوية طبعا ومحتاجة تركيز، وان شاء الله نرجع تاني في المباراة في عجلة الحظ. عجلة الحظ وهتكسر انيابا لمين وهتبتسم لمين، هو ده اللي احنا هنشوفه مع الفقرة الأخيرة. هنخرج فاصل وهنرجع مرة تانية مع آخر فقرة، فقرة عجلة الحظ والعباقرة. وبكده طلاب مصر جمعوا 90 نقطة في فقرة تحت الضغط وضربات الجزاء، وكل نقطة ب 5000 جنيه بما يساوي 450 ألف جنيه، ويبقى الرصيد لحد دلوقتي 1,000,000 جنيه في خزنة البنك الأهلي لتطوير المدارس الحكومية في مصر.